المخابرات. لا بس ام تسنني كتير عليا شويه، انا بحاول اقني، لان ام تسنني من اقل واحد يعني عدنا عليه 20 سنه 30 سنه. ام تسنني كلمه كبيره انا ما بستحقهاش لحد دلوقتي. الحمد لله. الله يخليك. بما اني مخرج العمل، هو خامه لم تكتشف، كل اللي شفتوه حاجه واللي عند استاذ طاهر حاجه تانية، وانا كمخرج لسه ببدا اول فيلم، اتشرفت بالعمل مع الاستاذ طاهر وان شاء الله استاذ اكرم فاروق، يعني انا اول فيلم معاه وانا سعيد قوي ان انا اشتغلت مع شخصيه محترمه تاني عنده وعي وعنده ادراك وبيحاول يقدم لنا الحاجه الحلوه بيسهل لنا المواضيع دي رؤيه تانيه. يعني انا لسه قايل في حديث من شويه، انا فرحان ان انا امبارح كنت شغال مع مخرج لاول مره والنهارده شغال مع الاستاذ اكرم فاروق، فده شرف ليا واتمنى ليه ان هو يعمل العمل النية ان شاء الله. الكواليس ان الاستاذ قايم بدور مطرب العالمي زي ما شفته في الكليب، المطرب العالمي الفيس بذل مجهود في تسجيل الاغنيه برايا كمطرب، وراح بقى استوديوهات الصوت مع الاستاذ حماد هلال، وعشان كده بقول لك هو مطربين منتجين الكاسيت هياخدوه. اداؤه نفسه على المسرح كان اداؤه نفسه على مش على المسرح، يعني المسرح اللي انا كنت صار عليه الاغنيه ابهرني بشكل شخصي واتشرفت بالعمل معاه. مش عايزين نحمل الفيلم اكتر من طاقته، هو فيلم ساسبنس لايت او كرايم كوميدي زي فيلم لصوص ولكن ظرفاء، كنت بتشوفي جريمه وفي نفس الوقت بتضحكي. كل الرساله اللي نقدمها ان احنا ندخل البسمه على الجمهور اللي بيتفرج في ظل وجود فنانين محترمين وموهوبين زي الاستاذ طاهر والاستاذ حماده والاستاذ ثروت. يعني عامل مجهود حلو امام في العمل، يعني حمانه هلال عامل مجهود حلو قوي في العمل وحققنا في العمل من اول يوم الحمد لله، يعني ويا رب يعجن الناس يا رب. قدرت اقوى موقع فني في